من اليوم ما تبقاش محمق راسك مع تركاب البولات الصغار بلا فايدة وقوة الخيوط والكابلات اللي معمرين عليك الدنيا. الحل هو المصابيح بثلاثة مع جهاز تحكم عن بعد. هاد المصابيح كتضوي مزيان وكبيرة في الحجم، كتوفر على ليساق في اللور ديالها اللي كتخلي المصباح يلصق بكل سهولة. كما كتشوفوا تقدروا تستعملوهم تحت البلاكارات الكوزينة وتقدروا تضوي بهم حتى الماريو ديالكم وحتى بيت النعاس ديالكم كيليق ليه. فحالة تفقتي بالليل وموصلتيش تشعل الضو ديالك، هاد المصابيح صباح تقدروا تشعلوهم غير من جهاز التحكم، وكيتوفروا على انواع كثيره من الاضاءات. وحتى في الدروج تقدروا تخدموهم الا فقتي من النعاس، وتقدر تستعملهم في الجرده ديالك الا كان شي واحد كيتسناك وتخدمهم عن بعد، كيف ما تقدر ديرهم في الدخله ديال البيت ديالك. والرائع في الامر ان المصابيح كيقاوموا الماء وما كيخسروش، وفي حاله طاح الديجانكتور في الدار تقدر تحلها بسهوله وتضوي بها في الظلام حتى تقادو. والناس اللي عندهم بيت الخزين مظلم هاد المصابيح غادي تهنيكم، تقدروا تستعملوهم كديكور في التواليت. توصيل راه بالمجان في جميع انحاء المغرب.